السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير من بلاد الخير، صبحكم الله بالنور من بلاد النور، صبحكم الله بالراحة براحة البال من بلاد راحة البال وبلاد الرزق وبلاد الحلال وبلاد الخير وبلاد السرور وبلاد التسامح وبلاد الرحمة وبلاد كل شيء زين في الدنيا العودة. يا الله يصبحكم بالخير منها، صبحكم الله بكل ما يسركم. وشو بقولكم عاد، ثلاثة أيام مظهر على سناب، لكن عزمت في حال شفتوا اللي ضارب انه هدمان، قال قبضتين هم وردة في الشك، قبضتين هم وردة في الشك، قبضتين هم وردة في الشك، ما بيدي يحيد الغلب طوع وكل شيء له شيء ظروف خارجة عن الإرادة. قطعت عني الاتصال، ظروف خارجة عن الإرادة، والحمد لله قدر الله وما شاء فعل، والأمور طيبة وكل شيء زين وكل فنان، والحمد لله رب العالمين. الرحمن أشكو من بأس ولله الحمد، كل شيء طيب وكل زين وكل فنان وكل رضا وكل طيب وكل شيء من عند الله. حياها الله، اللي من الله حياها الله، خير ورزق ونصيب، ورب العالمين ما يسوي شيء إلا هو لخير وهو له غاية في أن رب العالمين هذا يكون هذا فيه فضل وفيه خير لعباده. كان نحن الآدمي أنت عادة فسرة كان زين ولا شيء، لكن الإنسان المؤمن اللي خايف من الله اللي تحت أمر الله، وكلنا نحن تحت الله، كل هالعالم تحت الله، الإنسان يكون تحت الله يرضى بقدره وزين وكل شيء كل شيء كل شيء، ما بيديك حيلة، ما بيديك شيء من الله، قدر ومية قدر من الله مكتوب. هذا كان رزق ولا حياة ولا ممات ولا بدرة ولا عطية ولا صدقة ولا يجيك خير ولا طهف ولا مطر ولا طوفان ولا بركان، كل من الله، هذا كل من الله. انت عادي الانسان تصنف هذا شر ولا هذا خير، لكن رب العالمين يريد بخير، رب العالمين ما يريد شر بعباده، رب العالمين كل شيء يسوي هذا كله خير. اللهم لك الحمد، ونحن الحمد لله ولله الحمد، عايشين في دار التسامح وعايشين في دار زايد يعله الجنة، ما نشكو من بأس، الحمد لله رب العالمين، أمورنا طيبة، مصبحين بخير، وصباحنا فنان، وصباحكم الصباحي والورد والميلاحي، والله مرحبا دبل، ساعة ذهب، صنق الحبل، مرحبا مرحبتين، مطرقة وجلابين، مرحبا بنور العيد، يلا بس عاد عليكم نرمس خلاف. إيه عادة هي اليوم أمور أمور أمور، والبارحة ذابحين عيل بعد بشيركم جايين من محمد الصريط من دبي، وصورت لكم الكريعينات واللحم يقطعون، شو أمور البارحة أمور، الحمد لله رب العالمين. من دبي جاي العيل واحد لو يقضون 10 أنفار ما راموا يطرحونه الأرض، لكن الحمد لله رمنا له والأمور طيبة. شويون شويون يظهر رقم واحد وجالية الشبلة هاي حقي أنا عادي سويها هذا باليمين. Thank you everybody. هذا الحين شو بسوي في هاي الكرشة؟ زي شو بسوين وياها؟ هذه تقلية مغربية بالطاجين. زين. وهاي شو اللي هني؟ أنا أريد من هذا كله ما عندي مشكلة، بس الريلة تحطي لي منها ولا طحال. شكرا. شو ها؟ شو مشكلة؟ ليش تيك خان هاي تضرب في العظم، وشلون ابوي الظروف هاي اللي تشوفونها ودونها ابوي حق هالبزيارين حق ابوي اللي يحطون يبروني يعني. زين خل هدى تراوني هلا 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 هلا. شكرا صبور يلا انت سوي ترتيب، هم تسوي خلاص ازقرني غادي تشحمه بيضة الكراعين وعقب عاد يرتبونه ويسوي الترتيب هو ويا الكروش ويا الحمت الراس ويا شكرا ابوي للي لف وللي غلف وللي اختار وللي اندب وللي امر وللي زرع وللي رش وللي طرش وللي وصل لين مديره محمد بن زايد. لكن الفلفل الاسود كميه كبيره فلذلك تغدي مميزه انتم تشوفونها، والطريقه هذه موجوده. ظهر بني العجب من اللي تهندقون كيف تحتفلون وكيف تقولون، نحن ابوي ايامنا كلها حب،
أيامنا كلها حب من يوم نحن صغار لين شوبنا، نحب بلادنا، نحب أبوي حكامنا، نحب أمهاتنا وبهاتنا وحريمنا وعيالنا ويراننا، ونحب الأرض ونحب الزراعة ونحب كل شيء. في اليوم حال من حال الأيام نحن أبوي ما بتابعين فلان وعلان في الحب، نحن أبوي هم تابعيننا، نحن هم حاطيننا اليهامة وين ما شو اللي نسوي اتبعونا وحددوا عادهم يوم. نحن أبوي حياتنا كلها، حياتنا كلها يوم حب وسنة حب ودهر حب، هذا شيء معروف ما بشيء جديد. وشوه الجديد أنا ما أدري، ظهر نيشان ولا ظهر علامة في الفلتر ولا قالوا هم براح يقولون من يصبحون لين يمسون، لكن نحن حياتنا كلها حب بحب، حياتنا كلها أبوي حب بحب ونعشق الدنيا كلها. أنا عن عمري أحب الدنيا كلها، ما أخلي شيء ما داني، كل شيء في الدنيا العودة داني، وأكل كل شيء وأشرب كل شيء وأبدا صيد وادينا حلال، ألطم اللي قدام ما أخلي لا حاضر ولا داثر، لا أنا ولا غيري، كلهم اللي أعرفهم حتى اللي قدام والله نحن ما نأكل الشيء هذا ما نحبه أبدا، بند الكاميرا يلطمون حتى الحصى، والله نحن هذا الشيء ما داني ما نحبه، لا يحبوه كل شيء إلا بس برستيجهم ما يسمح، برستيجهم ما يسمحون يأكلون الكراع، برستيجهم ما يدانون يفتون السمكة والنظفورهم يدخل حتى ما أدري شو يوم فتون السمكة المشواي. يعني شو بقولكم، أمور لم ينزل الله بها من سلطان، هاي يسمونها الملاقة واللواتة، ولا أيامنا كلها حب وأناسة وطرب وننقز على كراع قطعين له شويونة نبج أربع حبات ويانا واحد تسلط علينا من يا وهو يلطم نبجي ورا الثاني نبجي ورا الثاني منو ولا كلت ولا منو شوف ما أشوفك ها منو يا سياكب بالصبح نبج ما بنت لا عارف يقول أنت هو أكل خبز البش أنت كلت خبز ها وتنسح وكلت سندوتش كيف كذا وكذا خالب كذابة والله عدوته اليوم عيوز شيب أحب نو صارج منو شارب هذا كذاب وانت شفت الحب اليوم ما حد حبني من عقب يا تدبي لا شيء لويه ولا شيء حبه لا عند الحب ما شيء اليوم حب حقي أمس واليوم ما شيء هاي بعد شفت فين أمس أصلا في دبي السلام عليكم صباح الخير Good morning تمام وين صرت سبر الويكند وين سر؟ مريم بس بتقول مريم؟ بس ما صرت الفندق؟ لا قول والله وقدبة قول صرت الفندق ولا لا؟ لا ما أول من زمان يعني إيه؟ كل شيء زين؟ حجي يلا لقطته؟ خبال في جيبه مكبال ما لا زي كل حبيبي ما شيء مشكلة ولا عادي حبيبي ها غسلها له غسلها بعد اليوم الدل خبر ثنائي الخبر يا سلام سلم دعم وما دعم حلو ما شاء الله تبارك الرحمن لما اقول لكم الارض الطيبه ما يراها لك شيء طيبه ها مدينه محمد بن زايد ما ادري مين هو باباي اسد باباي اثنين يوم اقول لك مخد وخد هذا نبج مخد وخد يرى الله أكبر طرف حمر طرف يرد بالصفرة هذا يسمونه بخد وخد ها شامبي سلام عليكم تعال تعال يا سويت اليوم من الصبح لين الحين هل هي الصبح أنا قوم نزيد مكانني هي بعد روشي بهالنبز هي بعد بندت بايب ما علي سوي سيدة ومشان الرش رش اليوم بعد كل يوم لا ما عنبو رش لازم الخميس اليوم الخميس هي. سويت رش لا ليه ما سوي رش ها جايز كل سوي جايز نزيل وقت نفرع لهن اجلس هي نفرع خلاص ما شرر البيت بترش سوي رش كانت تنين درهم مليون ركب ليش أرض مار كل مكان هذا الشكل ما أكل هاي بارك الله فيك وانت لازم ياسلنا وده ما ترش إلا يوم الخميس لازم يوم الخميس هي يوم الخميس تمام لا لا حول لا قوة إلا أنت والله مسوي لنا مصيبة مسوي لنا مصيبة ما يستوي الرش إلا الخميس لا حول لا قوة لازم يوم الخميس لا لا حول
الريوق اليوم الريوق المميز عبارة عن شو مسوت اللي هدى المخ مال العيل هاي تشوفونه المخ ايه وهاي لاكي ايه المخ ويا هاي لاكي اللي قصتن البارحة ما ادري كيف سوتن طريقة حين هذا ريوق اليوم مخ معايا كل هنتي اللي قصتن وقصتن عينتن هالنمونة عاد شو الطعم الله العالم طريقته شلوا ابوي ثلثينه الثلث والله وعبوا ابوي فيها الخبز مات بعد المغرب هالنمونه وينكل رقم واحد طعمت والله شويون بطرف الخاشوقه والله رقم واحد كان تبون الصدق وايد فنان وايد فنان حتى مسوي لي هاي مال الصفارد بيض هنتي كل بيضه كبر رايبه يا غير ما بسكن بس يسدني هذا شو بلاك لا باباي سيد باباي هي اسد شو موبايل مال منو اسد ناس موبايل هو انت براي خله شو يخصك فيه اهم شيء انت شو والله هذا مدود هذا شو ابي نور على الاثنين شو حيوان عيب حبيبي ما تقول حيوان نبجي شوف زي حبيبي النبج ما يمتن كلهم ما شيء مشكلة بعد شو سرسري لا حرام كيف عرف بعد كيف عرف حقيقتك اكتشف الوقت كفك على كيف كفك اقول لكم هذا مال المخ كان على طريقتين ما اعرف فهيم سوت انه هدى يعني وايد لذيذ ها المخ ويا هاي كان هنتين مالات العيل ما ادري كيف سويته والله ولذيذ وايد فنان لذيذ بطريقه ما تتخيلونها اشوفهم يبيعونها بالجمعيات ترى العرب ابوي يعرفون طعمها لكن لذيذات زياده على اللزوم الحنتين هاي لك ويا المخ ما ادري شو عاد طريقتهم سرزق لي هدى بسرعه ان شاء الله تطيع عاد تبون الصدق اول مره اكل هنتين روتيتين الصبح والله خليتهم هاي يقصونها الحين بيسووا لي بعد واحده بعد من يد ويديد لكن نحن على فكره انا يخلون يشلونها اللي داخل بطن الروتي يبي يعطيني برا بصور هاي شو هالحشو ها كله يشلونه فيجوفونه يازبه النمونه والحين قبل شوي اكلت واحده حافه يبي حافه هاي شو واحده من الحافات عليها تحت هاي ملحاف بلية سمسم بلية شياته هاي لا هاي بالسمسم السويدة والمثيبة والحلوة يعني وحبة السوداء ومعيون داخل بعد بحلوة يعني حركات من كثر ما عيبني باكل هنتين وايد فنان قرب اللاتم والله يبك نحن ما ندري بأنه فنان هالنمونة لكن طريقة عاد ما نعرف ترى يبيعون في الجمعيات لكن نحن عاد الباحة جايين السليطي انطرت لنا عيل وهذه بقايا كيف كسرت الراس كيف اظهرت المخ مره قاعده كتله وحده لا بمتزلق ولا شياته شو صار شو تريد اروح خلاص اي زين ويني شو رايك محسن فنان المخ اي والله غرب الله انت اقول لك شو تسوي هناك في مصر المخ بنعمله بنيه بنيه بيض وغرب فضل عنك اقول لك شوفي اللي سويتي هذا سمونه المخ رقم واحد شو طريقته يلا بدها بسرعة طريقة شو بصل هي. صغار تشحر مع صوت عالي بصل صغار تشحر مع زيت أسمعت ما بنعيد خلاص يا كملي بصل مع زيت زيتون شوية ملح شوية كمون هي. شوية فلفل أسود بس المخ هذا لازم يتحط شوية في ماي حار ويطلع هي. دقيقتين عشان يتشل منه الدم نزي. وبعدين لما يتشحر البصل وهذا تحطه عليه نزي. ويتشحر شوية بس وقصبرة شو؟ قصبر قصبر نزي والثاني بس مخ لا هذا شو عادة؟ شو اسمه؟ ما أدري شو يسمونهن؟ كنايا هي زازل ها لا صدق والله شو اسمه تحطهم في ماي شو هن ما اعرف اقول لا شو اسمهن
قولي عادي قليتي بزازل. بزازل زين تحطهم في ماء 5 دقائق هي وتشيل لهم الجلد هي بس ثاني وتقطعهم بسرعه يستوي. والله زي المخ ما بعصات. لا بس هذا الجلد لازم يتشال 5 دقائق وتطلعهم كده ويتشال الجلد. شكرا لك وايد لذيذ. شكرا هدى شكرا ثانك يو. تعال يا تعال تعال انت وين ساير الحين؟ وين بسيرون؟ مية بابا. وين بسيرون؟ بنياس. ما بتجلس انت؟ وين من امس انت توك جاي لنا؟ انا كذاب؟ انت توك جاي؟ لا ها؟ انا تاخرت؟ شكرا. شكرا. باكر ما حد انا ابوي ما حد باكر. انزين ماشي مشكله. شو تريد حفيظ؟ بعد. ها؟ شو اخبار دبي؟ الحمد لله. كل شيء زين؟ كنترول صلاح؟ الحمد لله. ثانك يو. شو كنت زين؟ شو؟ زين. زين نمبر 1؟ اي. حق بر بر طول الليل. توهفنا اخ عليك. ماله اديني. جني ما شاء الله. ايه كله ما شاء الله كل زين الحمد لله. نعم يا بره الحمد لله. شكرا. خبر ما في سيلفي. تعرفون هاي سيارة شو؟ وقف وقف مني عشان ما يخترب هذا الباب. هاي السيارة ابوي دريولها هاللي وراي. شو اسمك؟ نعم سيد ولي. سيد ولي؟ زين وانت؟ برغاش. برغاش هتعرفون شو هذا؟ هذا مطابخ شو؟ اكسينا. ثاني سلام. هذا بعد شو؟ ثاني جمال. جمال اسمك؟ جمال. ايوه. وين انديا؟ انا اول مره ذا فيرست تايم. جمال انديا؟ ايوه. ذير از تو ماني جمال. ما يعرفون شو السالفه الحين. سيد اقول لك الحين يجيب مطبخ. وين ديد يو تيك ذات اوردر؟ 3 مانث اجو. تحيدون هالمطابخ اللي نحن طالبيها من اكسينا قبل 3 شهور. الحين كملنا 3 شهور و17 يوم. اتوقع ان 7 ايام هايين يمكن تاخير منا نحن، لان نحن قالوا مال الكهرباء يبون ترتيب. نحن تاخر مده التصنيع 3 شهور و5 ايام، لكن نحن خذوا مده التصنيع 3 شهور و17 يوم. التاخير منا نحن 3 ايام ومنهم 4 ايام. ليش التاخير؟ لان طلبوا ان نركب فيش مال كهرباء حق الالكترونيات اللي بيجيبونهن. هاي الالكترونيات يعني ما ادري شو ما ادري شو ما ادري شو هاي الميكروويف يعني الاشياء هذه. فهاي اللي تاخر. والحمد لله الامور طيبه. وصل المطبخ والحين بيرتبونه. بنرويكم قبل وبعد. ابوي وصلت ابوي الناغله. ها بناغله شاحنه تريلا عباره. هذا عبد الريان ما اعرف اول مره انا اشوفه. يا ربي. السلام عليكم. كيف حالك؟ جالس اصورك ما عليه؟ انت من وين؟ عكسينا. تتعرف نحن متى مقدمين الطلبيه هذه؟ نعم. تعرف من متى مقدمين الطلبيه؟ ما. الطلبيه متى مقدمينها؟ سيد خالد الخالدي. هي من متى؟ كم شهر؟ والله 3 شهور 17 يوم. مفروض 3 شهور. تاخر. هي التاخير بيصير بوصول السفينه الباخره على الميناء. ايه بالاضافه لانه عمليه تطلع الكونتينر من لكن الحمد لله تاخيركم 5 ايام ما بوايد يعني. الحمد لله ما بارك الله فيكم. كم وقت كم فترة التركيب؟ بالنسبة للخزائن كلها بيكون تركيبها بيوم واحد فقط إن شاء الله. بعدها بيكون برفعوا قياس ال بعد رفع قياس الورقة مجرد ما أنهوا موضوع الورقة بنجي عملية إنهاء كمان بيوم واحد. زين يعني يوم واحد؟ يوم واحد في تركيب الخزائن. نعم. وبعد تركيب التوب نحن بنحتاج يوم واحد. زين بارك الله فيكم. بسم الله. ها ديتشو اقول لك ترى خبر جماعتكم كلكم بتغدون هني ان شاء الله. اي زين مشكور. شيء ما اذا شيء شيء ما تاكلون قولوا نحن نبغي كل ناكل كل شيء. متشي مرقي كل شكل متن. شكرا. اي رشيد قولهم يسوون غداء. هي هي هذا المطبخ شوفوا. هذا جلعنا الكبتات الاوليه كلهن وهزمها النمونه. الحين هم بيوم بيرتبون هذا بعد قبل تحيدون المطبخ لان احنا الاولي
جديد هب جديد والله ما في شر لكن بعد يزيد سمنك الحمد لله ليش لا شيء زين وفنان ومحصلين شيء ما في زود كلافه هي تعال شو جايب انت زين تعال ياي تعال هني تعال السلام عليكم تعال خبر مرام زين انت شو اسمك اسم زايد 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 يا ربي وين منو سمك زايد اسمك زايد اسم زايد والله في واجد نفرات بلاد انتو زايد لا بس شوية هذا بابا ما زي ماما راكيز هذا فيني اسم زايد والله بابا مال انت اول شغله هني وسموك زايد يا سعد حظك بهالاسم وين بلاد انت بنغلاديش ما شاء الله مشكور يا زايد مشكور تعال إيلس إيلس اسمك زايد إيلسني عدالي إيلس بيتو الأخ زين إيلس 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 إن شاء الله بعدين إن شاء الله زين صبر عيد صبر شكرا يا زايد زايد thank you حليلة تلقيت شو تبارك عليكم شوفوا يا سعد حظ اليوم جايني زايد للبيت يا ربي يا هي قشرات وهذا كله ابوي بيتكود فعلا طيب خلص غيروني مطبخنا هلا صغيروني بيكودون هالدنيا كلها في ابويا شوف الله عليكم كراتي هذا كله في المطيب خلص غيروني اسمين اللي بيضم دخلوا شيء بعد قبل تدور شو هاك الحاطين وين بيركب؟ شو هاي اللي قلت لي عيبني هاك اليوم؟ وي 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 وي. كيفكم تقولون اليوم ما بكاشخ؟ كاشخ ورقم واحد بالشال والدنيا لا ويوم لبست الشال عاد متى؟ يوم خف البرد يعني يوم حادت هلهض عنب قالت حلوا يوزون الريل زي شو اسوي؟ توني طرى علي البس الشال. والله اللي فنان وزين وغاوي ورقم واحد ولا شيء شراته عاد تدرون الشال هذا كم عمر 40 سنة 35 سنة من الشالات للجدام يا ربي ما لعد هذا ما لعد متى وين جايين لا بين جايين عاد ما هو مطري لأن من زمان وعرف وين جاي ظاهر من غزر مال من سنين حول من 32 33 سنة هو شيء اثنين وياه ومحافظ عليه من هاتش السنين لين اليوم ولا عولن هاتشو والله ولا عولن ولا اختربن ولا احترك فيهن قد ما تدون طيب ما زين اليوم والله العظيم اني اليوم غادي هذا اللي يقولون انا ما شي شارات في الدنيا العود استغفر الله نسيت اخبركم وين ساير دار القضاء الشرعي ساير دار القضاء الشرعي عندي صغير صغيروني وبضحك ما من شر اموري طيبة الحين الناس الزيغة بحد يقول والله سائل المحكمة سائل المحكمة أبوي المحكمة ما بسائلين بس لا تشتكون على حد ولا حد يشتكي عليكم لا وايدين أبوي يصيرون المحكمة يقبضون بيزات يقبضون شيء تطلع لهم تشيكات يطلع الخير يطلع النصيب يطلع شيء وايد يطلع أبوي من المحكمة هب التحرر المحكمة ما وراها إلا القرقعة اللي جاي من المحاكم ظاهر من محكمة وسائر محكمة وايد أبوي المحكمة ساعات 90% من خدمات اللي تأديها المحكمة خير 90% كله خير ورزقي ونصيبين وراء المحكمة 10% كان حد شاكي عليك بيلزبك المحكمة لزبه المحكمة قال له والله لا تلتلبك بالمحاكم من تصبح لين تمسي هذا عاد منو هذا اللي سوي خطأ قالوا له والله لن يرق في المحاكم يا غير اللي يمشي ويحسب أخطاه يمشي ويعرف وين الله حاطنا ويلا الله مودنا هذا أبوي ما عليه باس هب يمشي واثق الخطوة يمشي ملكا يوم تمشي وانت تمشي وتعد طاق ولا عندك في الشيطان طريق رب العالمين ييسر لك أمورك لا بتدخل في محاكم إلا لجل شيء في خير لجل الشيء اللي في خير بتدخل محكمة بتقبض فيزات يا ملا هالعالم اللي تشوفونه بنت هالأبراج كلهم وراء المحاكم يصيرون لا ظاهر لك تشيك ظاهر لك ورث جايت انك به جايت انك عطيه جايت انك كل ابوي من عند المحكمه دبغات الكبار لكن ما يطرون تعرفون متى يطرون يوم شيء مع
معلومة ما بزين صغيرون تغث الخاطر والله إن تم جاي من المحاكم وقابل يوم تكتك بعض الملايين ما طريت المحاكم وصلنا هذ بلدي ها شو يسوي حينا على هنيني بتوقف هذا وين يوقف سيارة هني هذا مكان قريب هذا بي آي بي أيوة. ما في بي آي بي وين داخل باركين ودي باركين. آخر الدنيا ما في مشكلة ما يريد بي آي بي هذا بدو رجل يلا جيب بي آي بي كم فلوس 50 ما في بي آي بي 21 في بو 10 لا ما يمشي شكرا حرام يوم شفت خاطف واشوف عمري في المنظرة بخاطري هاي الهيئة والهيبة هيبة ملك أنا بهيلك هي عدال مع الأطفاء لا ملك ويا عدال مدير أعماله ما شاء الله علي يا ربي الخلقه شفت واحد يمدح عمره هكذا حد في الدنيا يمدح عمره لكن بمدح عمري وبشرق عمري وبدلع عمري وببزل عمري أتري حد من السكة يبزيني ولا يدلعني ولا بيقول لي ما زينك كل من يشافك يا البنا بسم الله شو غدا كم ممتنك ومترهدي بكبرك أنا أتري هاي هل هم يزولون العين ما شافت الخير منهم بطالع وإذا محب يمدحني بمدح عمري صبح ومساء 24 ساعة بمدح عمري إلا فنان وخر ريحتي وما زيني ما شاء الله علي ويوم الور اي بقول عن عمري شابي بقول عن عمري ما تشاهد هم مدحوبان لا والله زين وفوق التل عن ابتل نعم فوق التل عن ابتل رقم واحد وكل ما عليه قصيرة ان شاء الله حادني ان شاء الله حادني انا كسر ميادي ماشي قاعد يسد هاي السلبيين اللي تشوفهم وين ما تصير بسم الله شو غده ام املط ولا لا 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 اي ما شافت الخير فيهم رايك انت ابو ابراهيم رقم واحد ده بارك الله فيكم بقطبي هو شاعر وهو موظف وهو زقرتي وفنان هذا الرجال اللي تشوفونه ايش حالك يا حياك كيفك يلا حد لنا شيء قصير والله ما احفظ لا 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 تعرف والله تو قلت تعرف يعرف بمسحها بمسح ما بخلي بس ما احفظ سامحنا يا هلا والله فيكم مرحبا شو اسوي الحين استحى والله ماني مستحي ولا شيء شو يعني شوفتك يعني يا رجل المقصد شوفتك ما ادري ايش اسوي الحين بطا استحى 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 يا رب الله هذا الله يحفظكم الريال من 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 سكان المدينه هو ويشتغل هني حليله في الامارات شاعر رقم واحد لكن ما طاع يخليني اسجله ترشيت لين الشده ما طاع زين حين انا خاتل من الصبح لين السلام عليك السلام هلا بستر حالك كيف حالك الحمد لله تمام اسمك شو كاميليا كاميليا والله مليون لا تقولي عاد نحوي ولا سياته لا لا. انا والمهندس منهل ياسين ابوي نحن عندنا اجتماع مع الاخت العزيز كاميليا في مكان معين في عاصمتنا الحبيبه ابو ظبي انتظروا المفاجاه اي فان شاء الله بيكون فحوه فحوه صح او محتوى الاجتماع هذا خلاصته راح يكون تصوير مشوق في اكشن زياده على اللزوم طريقه تصوير منفرده شيء جميل شيء ما شفتوه على سنابي ان شاء الله بننفرد فيه بيكون يوم الاحد في مدينه العين الجميله الفنانه بتصير ويانا انت ايه باذن الله حكون معاكم يا عثرتنا صدق والله والله انزين تابعونا انزين تابعوها تابعونا ما علينا نحن ابوي خلصنا موضوع خلصنا اجتماعنا وعيننا من الله خير وحين الله يحفظكم انا سائل البيت اليو اللي في الدنيا كله فيه سائل ان شاء الله بتغدى وعيني من الله خير وبحطك شيرية وبتوكل على الله الوجه الى اين الله سبحانه وتعالى اللي يعلم انا عندي نية لكن وين بسير الله اعلم يا البحر يا دبي يا العين دبي يعني دبي يوم الواحد يطري دبي يعني دبي وباقي الدولة أبلوها هناك عليكم السلام حبيبي ما يدرقون باقي الإمارات يعني من بعد دبي تي الشارجة وعمان ومقيوين وراس الخيم والفجيرة وعندك يعني بس والدنيا مطرجة كل بلادنا وحدة لكن بداية لازم عسب توصل هاي البقع كلها لازم أول بادي تخطف على دبي دار الحي هذا مثل الصلاة ما تصح إلا بالحمد يستوي تصلي بدون الحمد ما مثل ما قال متوصف لسهيت عن الحمد شا صلي به لسهيت عن الحمد شا صلي به سهيت عن الحمد مالك صلاة
لازم تقرا الحمد وعقب عاد على هواك قصار الصور او طوال الصور على هواك، لكن الحمد لا بد ولا عذر. اول بادي يكون تحفظ الحمد حسب تصح صلاتك ولا كيف ولا بيصير الامارات البادي، لازم اول بادي خطف دبي. مالك عبور ولا سير ولا يي ولا تنقبل اصلا زيارك اذا ما تخطفت حدود دبي. شو تحرون انتو دبي ابوي جالس تلكم على الصراط المستقيم، شئت ان اب ام ابيت وما حد يأبى. منو يحصل له يشوف دبي؟ حافظ الله على دبي وعلى من سكن دارها دار الحي، حافظ على دبي وعلى من سكن فيه. قبل شهر ما تحيدون طلبت تيبال، تيبال طلبت هذا املال وجديرات وما ادري شو قطع، ما ادري كم قطعه فيهن. دقت رزق الجيمه بيني وبينكم، نحن طلبناها كتجربه من نون، لكن اخير عن كل اللي موجود في السوق لانهن مصنعات مخصوص لنون. نون استوى عندها جوده التصنيع، جودة التصنيع هذه هم حق نور روحهم، حق نور روحهم صنعين هالجدور وهالوعيان وهالمعدات كلها لجل نون. وحاليا في علوم جديدة، الأول بس اللي هاي قبل شهرين لو ثلاثة، الحين أبوي السوق بيطبع وبيدم من المنتجات المصنعة مخصوص النون. منو عاد نون؟ نون شركة وطنية 100%، نون شركة وطنية 100%، إماراتية سعودية، عينين في رأس، نافوخ واحد في عينين، لا يختلف على ذلك اثنان، متفقين في كل ما يسر هالبلاد. العمود الفقري، العمود الفقري لدولة الإمارات والسعودية كداعم اقتصادي، ومن يدعم اقتصاد بلادك غير المنتج المحلي اللي فيه قوة ومتانة ومنتج يكون دولي يسير جميع أنحاء الكرة الأرضية. وإن شاء الله إن شاء الله بحيل اللي ما تنام عينه بتسمعون أخبار وايد جميلة وسريعة بعد ما آجلا. الأخبار لبتيكم عاجلا ان بتتصنع لين حتى التلفزيونات، لين من اكبر شيء لين اصغر شيء، كله بس منون ولصالح بلادنا، بلادنا ودعم اقتصادها. الاقتصاد اذا انت يا الانسان ما تدعمه يا المواطن، لان شوف تدعم شركة مبلنا نحن، مبل خليجنا، مبل الإمارات للسعودية وهي موجودة عندنا، عبارة بوية خيرنا ونعمتنا تسير بوية للخارج للناس اللي من غير هم بيتحكمون في 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 قوتنا، في معيشتنا، في أكلنا وشربنا، متى ننزل متى يرفعون الأسعار متى ينزلون الأسعار. لكن يوم أنت تدعم المنتج الوطني مالك مال دارك ارتفع، يرتفع أبوي لصالح بلادك، والنزل ينزل لصالح بلادك، بلادك هي اللي تتحرك. ما ييك حد من برا ويتأمر رفعوا اليوم الشيء الفلاني أو نزلوا الشيء الفلاني بيطبعون، لا، خيرنا يازم في بلادنا. وهم ولي الأمر والسلطات اللي تدعم الاقتصاد البلاد وهي اللي عندها قوة اتخاذ القرار، هم اللي يتحكمون بالسوق واللي موجود فيه. فلذلك ما لازم تحت ولاية حد ولا تحت وصاية حد، خيرنا يتم عندنا، ما بتحت رحمة شركة من برا تسيطر متى يرفعون السلعة هذه ومتى ينزلونها. ارتفع السعر ففي دعم من الدولة للسلعة، إذا يرفعون السعر من الخارج والسلعة خياية إنك من برا نحن اللي بنتأثر، ما شيء دعم لها. لكن إذا ارتفع من الدولة قبل ما ترتفع الأسعار يكون مدعومة الأسعار من الدولة، هي تدعم بضخ
رواتب وضخ معيشة والباع معيشة وما يسمونه هذا كله يعدلونه، لكن إذا يجي رفع الأسعار من خارج الدولة يا عثرتنا بياكلون ياخذون من اللي عندنا ميود نظهرون نعطيه إياهم يشبون أبويه بلادينهم في بلادهم كل الخير هاي يصير بلادهم، لكن يوم المنتج ظاهر من دارك أنت روحها خيرك على ما قالوا أهل الكويت سمنا في مكبتنا، سمنا في مكبتنا، سماننا مكانه خوصا بخوص رقعة السم خصف أمن ابتدأ وإليه يعود يظهر بصل على طوله ويرد على محصوله. هذا هو اللي أنا أقصده، إذا أنك أنت خدت من عند زيد ولا من عند عبيد بتكد عليهم دبة حياتك. هذا نون يايبين، شو يايبين؟ What you bring؟ ما يعرفه. أنت في طالبيات هاي. بارك الله فيك. زين. Thank you. تحيدون نحن طالبين تليفون حق محمد البنغالي، أبشركم إنه وصل. وسوونا الخصم مال خالد الخالدي. نون. شكرا لاختياركم نون. وهذا التليفون دور دوارة اتفق ويابولنا إياه. لين عقر داره لين البيت. هذا التليفون مدوخنا عليه محمد البنغالي من متى يبغي ما ادري شو المواصفات، ودق ابوي الخبير التليفون على نون الموقع ولقط وطلبها ابوي ويا ابو لين عنده بلا ما سير ودور وشرق وغرب وسعر وغير وسعر تحت وسعر فوق، هذا واصل لين دارك وانت ميلس. وهذا ابوي التليفون مال محمد البنغالي. فكر له سعيد من عمه افتكينا ما يندرى كان ما يقول بعمه بزين حين بعد ما أبغى البن عنه. أقولكم الله نفع المسلمين بالمولات إن فيهن بنوك وفيهن دوائر وفيهن مال تسهيل وتمهيل وتخليص وكل شيء يخص العرب واتصالات ودو كلهم موجودات في المولات، أسبتي رب العالمين يسرهم الأمور. فلذلك حين نحن عندنا شغل في دائرة حكومية يا غير نسينا ولا تذكرنا اللي حين يوم وصلنا البيت، وحين ظهرني الخبير من البيت سايرين وين شو اسم المول دلممول لجل نخلص هالموضوع. سألنا قالوا موجود فرع هناك وإن شاء الله نحن سايرين الحين عندهم، سايرين مصرف بضب الإسلامي، مصرف بضب الإسلامي عندنا شغل وسايرين نخلصه وجريب من محمد بن زايد لين مصرف بضب الإسلامي أقل من 5 دقائق، ولا كان وقت غداي وميت مليوع لكن ذكرت. فالحمد لله ان دلممول شال لابويه كل شيء عندهم، كل الدوائر وما ادري شو اتصالات وما غير اتصالات وتسهيل وتمهيل كل مثل ما قلنا لكم. فحين ابوي ساره خلص شغلية ورادين البيت، ففي هالاثناء ما بضيع الوقت خلي خطف الوقت على الفاضي، عندي بيضي صغير ودي اتبرم مسكم معنا. شوفوا دخلت على موقع نون قبل شوية لقيت شيء عندهم جديد اسمه بازار. البازار هذا موجود بس حاليا في الإمارات، لكن إن شاء الله في القريب العاجل بيتم فتحه للمتسوقين في المملكة العربية السعودية، سعوديتنا الحبيبة. فلذلك حاليا متواجد بس في الإمارات، اللي يبغي يدخل البازار. البازار عبارة عن شو؟ البازار هو معروف أن البازار هو السوق، لكن شو يختلف؟ ترى هم الأساس عندهم سوق نون. هذا شو يمتاز؟ إن بضايعهم بسعر التكلفة، بسعر التكلفة بأسعار لا يوجد لها مثيل في الأسواق كلها، لا في الأسواق المحلية ولا العالمية. يعني تقدر من هالبازار تأخذ جذور، تحيدون هالجذور هاي اللي يطبخوه بهن العيش وما أدري حق السفرات وسيارات الجيات، الغواري الكهرباء، سماعات الاذنين، الالكترونيات، كلهن بسعر التكلفة. بسعر التكلفة ما أبالغ إن بسعر التكلفة شيء بالسماعات توصل قيمة ست خيبة ما يتصب عيني إلى 6 دراهم. تخيلوا شيء بالسماعات إلى ست دراهم توصل قيمة، هذا شيء روح إنجاز عظيم وما شيء شراته. ما يبالي دق طبول، دق عليه هذا من تفتح له هذا دق البازار شو يظهر؟ خواشيج ب4 دراهم، الاستكانات وبيالات ما تشوف ب9 دراهم، تليفون من الزينات من نوع الطيب ب299،
شو تبون موجود، شراخات مولينكس اوتي مال مال ضغط مال عزراين شم باورات بنك كل بدقة رزق نسوي لهن بيع لص مخلص. شوف السوق على كم، شوف الله عليكم، شوف السعر 37 درهم ساعة، 37 درهم وضمان 4 شهور. شوف أقولكم كل إلكترونيات كل شيء عليه ضمان. شفتوا هالجدر هذا البخار مال البخار، تحط ابوي الضوء تحت وتطبخ اللي فوق واللي معالي واللي مع 3-4 نمونات تطبخ، شراخات القهوة المطاحن كل شيء يخطر في بالكم موجود وبسعر التكلفة بس في نون على موقع نون وبازار يعني سمعتوا اللي يقول لك مسوين بيع اللص مخلص، هذا سالفة البازار مثل التصفية، لكن التصفية هاي ما توجد ولا توجد إلا في نون على موقع نون والبازار هذا، هو هذا عندهم كل شيء مسوين أبوي مثل ما قلت لكم بيع اللص مخلص مال هوي هوي شكي شك خطر عليهم ويقول لكم أبوي شلوا كل شيء بلاش، خطر عليهم يقولوا كل شيء تبغون شلوا بلاش بدون بيزات بشرخية ما تقول بيزة حمراء ماشي شيء طبيعي ما يدري بالياسة صبره اللي يقول لك شيء تأخير في مصرف أبو ظبي الإسلامي كذا أبوي من حبل يمشي أقل من دقيقة ما أخذنا. شفتوا الحين آخر فيديو أول ما وقفنا سيارتنا عند مدخل المول وحين ليه خلصنا حتى 5 دقائق ما أخذنا، خلصنا هالريال يزاه الله خير ما قصر وما كان شيء زحمة من الأساس يعني الكراسي خالي وما شيء مراجعين وايد، أحسن وقت أبوي عندك القايل يوم الطير ما يطير تعال أبوي البنوك وقف حايك وظهر لا تأخير أول ما يينا أعطونا رقم 101 ونحن أبوي رقمنا 102 نفر واحد قدام حتى دقيقة ما أخذ والحمد لله تيسرت الأمور شكرا مصرف أبو ظبي الإسلامي. بخبرك عن معلومة تدري أن أول واحد يقول لي أبوي يتابعك عادة كله ما يتابع إيش حالك؟ أول بادي عنده اسمك كامل ما شاء الله عليك يا ابو شهاب، كيف حالك حبيبي؟ ما عندكم مدرسه انتم؟ لا خلصين. ايوه كل شيء زين؟ طيب كل شيء اوكي؟ بصير مكان اليوم؟ لا وين يعيبك الخميس يصير دبي ولا يصير البحر ولا البر ولا العين؟ وين يعيبك؟ كلها تنفى ابو ظبي؟ انت وين تصيرون؟ زين شايف الخاطر؟ نعم الله يحفظك. صليت الظهر؟ قول والله الحمد لله زين نفعت حبيبي محمد ودر الصلاة كانت بالله ييسر أمورك وتتوفق. أي من يقول الله أكبر سيد تصلي يعني تتأخرت بتتعايز بعد شوية بعد شوية ما يسوي واحد يخل الصلاة. شكرا حبيبي فرحت إنك بصلي شكرا حبيبي. أول مرة تكون ظهرتي من أبو ظبي الساعة 6 الحين باجي ربع ساعة بيد المغرب ما شفت ظهرت هالوقت أول مرة. الحين وين الحين هنا توني بتعدي دلما مول وايد تأخرت زيادة على اللزوم اليوم والسبب شو هدربان وياينا ضيوف من العين ومن الصبح من مكان لين مكان اجتماع بعدين ما أدري وين بعدين ما أدري وين هذا كله نزهب لسيرة شو يوم الأحد اللي خبرتكم أن بنكون في العين لأجل شيء وايد جميل وفنان ومميز ما برم نطريه لين يوم الأحد إذا الله جنب حين شيء مميز أنا وضيفه بتكون معاي في نفس على حسابي أنا على حسابي وهي على حسابها الاثنين اثنى ضربة في شخصية مميزة من شخصيات دولة الإمارات البنات اللي تفتخر بهم الدولة على الله يحفظها. متلاجين العام صح؟ اي وين؟ مهرجان سقوط. ما خبرت عنها بنت منهم؟ زايد ايد القبيسي. لا بحس عالي زايد ايد القبيسي. وين تلاقينا حين نحن وين متلاجين؟ شيشة ولا بيا وين تبون انتو؟ ليوه. ايه وين سكنكم في ليوه؟ ماريا. بالماري وين منهن؟ ماريا شرقية. ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك حبيبي سلم على اهلك ان شاء الله. اصبر ما شي اصبر اويتم اول بادي انت منوها حينه؟ انا محمد خميس من قران المنصوري. والله مليون والنعم عليك زود يعني الله يحفظك. وين تبون؟ نبغى السلع ونعزمك معنا. عيوني تيكم عيوني أبراك وسعد والله يا مرحبا سايرين ويكند اسبوع ويكند هلا نسلم على شيبان أحب خشوم هنا. زين 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 بركة أرد السلام على الصغار والكبار يوصل. مرة لا ما خصلك يوصل كل فريجك منك 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 مرة منك ما خلبك بوي
سلام عليكم كلكم ابوي اللي هناك. قالوا لي ما يتابعونك. لا خليت منهم. قالوا لي ما يتابعونك. يعني الله يبارك فيك البركه فيهم. الوقت اللي خطف كل ابوي فيزيره في شيشه والابيض. يو ناس من هالمرفة وناس من هالسلع وناس سايرين ليوة يعني وكل سلامات وعندك ودونك فرحت بهم وهم فرحوا بشوفي وأنا بعد نازل بحصل محدار أنا ولقيت عرب تحبني غير أموت عليهم أنا يبوهم بلأي شيء وما تصابه ما بالك لقيت عرب حيين ويبون الرمسة والسوالف يا الله عاد أنا غير قطوا فارن البصير أنا فرح بشوف العرب وبشل شوفهم وافرح طاريهم وافرح بشوف الارض اللي تمشي عليها العرب الطيبه الحمد لله رب العالمين كم افرح يوم اتلاقى ويا الناس اللي تبى تشوفني وبشوفهم هذه روحها نعمه يبالها الحمد والشكر لو ان شاء الله اوصل حتى الساعه 2 في الليل يسد اني فرحت بشوف الناس والناس تفرح بشوفي هذا كم يسوى زين بالنسبه للي عندهم الابلكيشن مال نون وتدخل نون تدخل على البازار اللي يمتاز فيه البازار الله يحفظكم انه التوصيل في خلال 24 ساعة الالكترونيات كلها اللي بيطلبها من البازار عليهم ضمان هذا ثانيا وثالثا اي طلب سعره اكثر عن 100 درهم اي طلب سعره اكثر عن 100 درهم التوصيل مجاني ما كذا استوت في اي سوق من اسواق العالم العودة ما شيء أول مكان في الدنيا العود يسوون لك هالامتيازات إنه ضمان على الإلكترونيات وإنه التوصيل خلال 24 ساعة والتوصيل بلاش للي فوق 100 درهم طلبيته أكثر عن 100 درهم توصيل بلاش وين حصلتها لو أنت بتجر تاكسي من أبوظبي لين دبي خذ 300 هذا واللي يطلب وبيسدد المبالغ اللي عليه طريقة تسديد الفواتير أونلاين هذا طرق آمنة 100% زين واللي بيطلب وبيسدد المبلغ في الكريدت كارت ولا الماستر كارت يوم بيجيك المندوب لين البيت تدي بويه بالبطاقة في البيت ما يحتاج تصير مكتب ولا تسوي تحويل ولا عندك ولا دونك أبدا وانت جالس البيت بكارتك بويتيك السيارة لين برسم الخدمة وين مكانك ويعطونك المكينة وتحط بوي كارتك وتحط رقمك تدفع بوي بيزاتك بالكريدت كارت وانت يلس في بيتك لا عنا لا همك الله لا عندك لا إليك ولا هم يحزنون وانت يبولكم الراحة يبولكم التميز كل شيء متميز مثل قطه بوي عندنا فيها البلاد الطيبة عندها المشاريع الفنانة فلله الحمد الدفع آمن من يبون لك سامانك استلمت سامانك حط بوي كريدت كارد كأنك ساير بوي سوبر ماركت بدال ما انت تتعنى روح ييك بوي برسم الخدمة وبدال بوي ما تصير وتدفع قيمة مضاعفة ييك بوي بسعر التكلفة ييك بسعر التكلفة بدون نول بلاش ايه بلاش في حب الله في حب الله بلاش اي شيء فوق 100 درهم بلاش التوصيل ناهيك عن سرعه التوصيل وناهيك عن الطرق الامنه امن الطريق اذا انك اديت اونلاين او اديت ابوي في الكريدت كارد من يجيك ابوي المندوب يابلك المكينه قبضت سامانك حطيت ابوي اديت اللي عليك وفي مال الله بالاخص عاده ان حطيت ابوي كود الخالدي بيجيك الخصم الخاص مال الخالدي هذا روح بعد غير نمونه الله يحفظكم نسيت ابوي اخبركم واي طلبيه اكثر عن 100 درهم بتيكم ابوي هديه وياها الهديه عاد العلم عند الله تشوف اي طلبيه فوق ال 100 درهم لا بد من الهديه هديه عاد وهدايا ما شاء الله نون تبارك الرحمن ظاهر ابوي من بلاد الكرم بلاد الطيب من بلاد الـ 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 الخير لازم ابوي الهديه من الهدايا اللي يمله هداياهم كلها يمله ساعات حتى قيمة الهدية أكثر عن قيمة اللي انت شارب بها سامع مالك هي نعم تقول ما قلنا لكم هي نعم حاضر يعلم الغايب وقد أعذر ما أنذر يلا
حي الأسد أبو خالد وحي السند، حي الأسد أبو خالد وحي السند. يا واقف بحرب اليمن خصم قعد، غبوات تطلع للزير من البعد، والشمل يطلع للأسد عزمه يلد. وكل من يا بنت ولد يا بنت ولد، بلادي بيد من الأسود الكاسرة، القصورة والضارب والقصورة، يلا عاد بسرعة. هذا تليفون، هذا تليفون، هذا تليفون افتح داخل. ها هذا أصلي، هذا أصلي. كيف أصلي هذا؟ صرت ما أدري أنا شو داخل بادي المعلوم. كيف هذا؟ كيف بعد ما في أصلي؟ هذا شيء. أيوة هذا مال نون، هيدا نون جايبينه. أنت إيش دراك بنون؟ ها هذا أول أنا أشوف وايد أنا فرشت أول. هذا زين هيه. يعني تنين يوم يشتغل ما يجي بطريب أقف. هذا تليفون. إيه هذا تليفون. هواي. هواي نعم. أيوة. نون. هذا عشان. زين أنت. هذا زين. هذا زين. أصلي حين هذا. هل هنا هذه عشان. أول. أو كم واحد يبنى لك ثلاثة كل يقول. أجيب ثلاثة ما في زين. ليش؟ كيف ما في زين؟ أنا أشوف هذا ثلاثة أجيب ثلاثة رد أنت هذا تليفون ما في زين. هذا زين. انزين يلا عليك بالعافية. مبروك. مبروك. عشان اليوم. هذا عشان اليوم على ما تشوفون. إلا ريش. أيون أيون. أي حافظ يا حافظ يا حفيظ. شوف. يا سلام سلم. يا سلام سلم. يا سلام سلم. يا سلام. بنات السنة. شفنا كل هذا. يا سلام. هي والله. هذا بالروب. مش الا بالروب، في شيء مثل ال داخله خلطه. اي والله اي والله خلطه في مثل يا اخي في صار او شيء. هذا عشان اليوم ان شاء الله يجينا ابو خالد باكر عسى. ايوه ايوه يا سلام يسد كله خبز الوقافي. يا ربي بشعريت بقى. ايه كله فرحان اليوم بالتليفون. لا ما يقول باكر خالد ما يجيب. الحين انا موجود اقول لك نحيس نحيس يا اهلا. فلسف بعد. ايه ما يتفلسف، لو ما يتفلسف ما بهو. اليوم ابوي انقسمنا الى قسمين، قسم ابوي هناك قوم مرزوق لطم ابوي شعري ح مرة من التاوى صاروا قالوا بي يا حبيب النبي. ونحن أبوي اليوم بغينا متهلعين على هذا على المشاوي جايبين أبوي خدوم وزاهد. أبوي قالوا به يا حبيب النبي مر ولا ضر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أروح لكلت الثلث. بعد من وين هاي خالد؟ دراني هاي جاي مهيج. ها ها شيء ابوي لا صار ما طعمت انت هذا ما طعمته ما طعمته انت طعمه شيء لا صار ولا استوى. ابو احمد سلام عليك. عبد الله بن مرزوق سلام عليك.